الدرس إن شاء الله سوف أشارك معكم برنامج رائع جدا للذين يعانون من مشاكل تحميل درايفرات الخاصة بالويندوز أو بالقطع الخاصة بالويندوز، يعني مثل الكارت جرافيك أو بطاقة الصوت يعني القطع الأخرى الخاصة بالحاسوب. طبعا يمكن لأغلبنا أنهم يستعملون بعض الأسطوانات التي نجد فيها الكثير من الدرايفرات. طبعا هذه الأسطوانات هي حل مفيد لإيجاد درايفرات الخاصة بنا، لكن يمكن أن تكون تلك الدرايفرات مثلا إن كان حاسوبك مثلا لا يدعم بعض الدرايفرات الموجودة في تلك الأسطوانة ويتم تثبيتها كفرضية مثلا، يعني مثل كارت الشاشة. فلو أنك يعني تثبت كارت درايفر يعني ليس مطابق لنوع قطعة الشاشة، يعني كارت الشاشة الخاصة بك، في الأغلب ستجد بعض المشاكل. ومن أكثر المشاكل الشائعة هي ظهور شاشة الموت أو الشاشة الزرقاء، التي يعني أعظم مشاكلها تكون عندما نثبت درايفرات ليست مطابقة للأجهزة أو القطع الخاصة بالحاسوب. أدخل معكم في شرح هذا الدرس. إن كانت هذه أول مشاهدة لك لقناتنا، فلا تنسى فقط أخي الكريم الضغط على زر الاشتراك من هنا والضغط على زر الجرس حتى يصلك تحديثات الفيديوهات الجديدة. في هذه التدوينة إن شاء الله سأشارك معكم، وفي هذه الحلقة سأشارك معكم برنامج رائع. هذا البرنامج يعني هو مجاني 100%، يعني لا تحتاج إلى شرائه، ويوفر لك أن تقوم بتحميل جميع الدرايفرات الخاصة به. وسنرى يعني مميزات الخاصة به كما ترون، يعني الصفحة الرئيسية الخاصة بالموقع. هذا البرنامج يعني هو آمن، يدعم تقريبا جميع أنظمة تشغيل الويندوز حتى الويندوز 10. كما ترون هو مجاني من هنا، وهو آمن من ناحية تحميل البرامج، يعني لا يوجد عليها أي فيروسات. ومن مميزات ايضا انه يدعم اغلب، او ان نقول يعني اغلب اسماء الشركات المصنعه للحاسوب كما ترون هذه القائمه، وخاصه للحواسيب المحموله التي يجب ان تقوم بتثبيت الدرايفرات الخاصه بها وليس درايفرات بديله. حتى نقوم بالعمل بهذا البرنامج، ما عليك الا الدخول الى الموقع والقيام بالتحميل من هنا. بعد ان تقوم بالتحميل سيتم تحميل ملف صغير، طبعا البرنامج يعني ستقومون بتحميل هذه الاضافه. بعد الضغط عليها سيتم تحميل البرنامج من السيرفر الخاص به، يعني سيتم تحميله عبر هذه الاضافه. بعد ان تقوم بتحميله وتثبيته اخي الكريم، ستظهر لكم ايقونه خاصه بالبرنامج، نضغط عليها ونرى الواجهه الخاصه به. كما ترون احبابي الكرام، هذه هي الواجهه الخاصه به، يعني المزايا الخاصه به انه يقوم بتحديث البرامج درايفرات القديمة. طبعا إن كان لديك درايفر قديم في جهازك، فمن الأفضل أن تقوم بتحديثه حتى تتمتع بالخصائص الجديدة وإصلاح الثغرات يعني التي نجدها عادة في الدرايفرات القديمة. هنا يبحث لك عن درايفرات التي تحتاجها، يعني التي غير مثبتة على جهازك، وسيتم تجهيزها يعني لك. وهنا لديه خاصية اوتو انستال، يعني يقوم بتثبيت الصامت بدون حاجة تدخل منك، سيقوم بتحميله وتثبيته لك. يعني هذه هي الأمور المهمة الخاصة به. ايضا هناك امر، يعني من هنا تجد يعني الدرايفرات التي قمت بتحميلها حتى تعلم يعني ما هي الدرايفرات التي قمت بتحميلها عبر البرنامج. ومن هنا الريكوفري، هذه طبعا خاصية جميلة ايضا، وهي مثلا لو انك قمت بتحميل درايفر يعني ووجدته غير ملائم، فيمكنك عبر خاصية ريكوفري ان تقوم باستعادة درايفر القديم الذي هو كان مثبت عندك. طبعا طريقة العمل هي امر سهل جدا، ما عليك هنا الا الضغط على فايند ناو، وسيقوم بالبحث عن جميع الدرايفرات الناقصة أو التي تحتاج إلى تحديث. بعد الانتهاء من البحث عن الدرايفرات الناقصة أو التي تحتاج إلى تحديث، كما ترون هذه هي مثلا على حاسوب الدرايفرات يعني التي يمكن أنها ناقصة أو التي تحتاج إلى تحديث. بالنسبة لي فهذه جميعها تحتاج إلى تحديث. هنا يمكنك أن تذهب إلى الوضع المتطور، يعني الضغط هنا أوكي، حتى يمكنك مثلا أن تقوم باختيار بعض الدرايفرات، أو لا مثلا نفرض أنك لا تريد تحميلها، فقط تريد تحميلها كلها فقط بعض الدرايفرات. مثلا ننزح هنا، مثلا أنا أريد الخاصة بالجرافيك من هنا أوكي. كما ترون يا أخواني الكرام، يعني هنا تجد في بعضها اثنان، يعني عندما تجد اثنان يمكنك الضغط هنا، وكما ترى تجد أنه يخيرك بين درايفرين، يعني الدرايفر الأول هو البديل والدرايفر الأول هو الموصى به. وتجد هنا الإصدار الخاص به، يعني تجد دائما الإصدار الموصى به يكون أكبر من الإصدار يعني البديل. يعني من الأفضل أن تقوم، يعني هو يقوم بالاختيار الموصى به، لكن أنت إن أردت تغيير يمكنك التغيير من هنا، لكن لا ينصح به. يعني مثلا انا اريد اختيار فقط تحميل هذا الدرايفر، نضغط هنا ونضغط على انستال هكذا، وكما ترون سيقوم كما ترون من هنا بتحميل الدرايفر، وسيقوم بتثبيته بشكل آلي بدون تدخل
منك. ترى إخواني الكرام، كان هذا هو شرحنا حول هذا البرنامج الصغير المميز الذي يمكن أن يحل لك الكثير من المشاكل الخاصة بالويندوز، وخاصة الدرايفرات الخاصة بالبطاقة الأم التي تمتلكها، يعني الحاسوب الذي تمتلكه. وفي الأخير، إن أعجبتك هذه الحلقة أخي الكريم، لا تنسى فقط مشاركتها مع أصدقائك، ولا تنسى دعمنا بلايك وإعجاب على هذا الفيديو، ونلتقي في درس آخر إن شاء الله.